وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hayo yalikuwa ni maelezo kwa mukhtasar kuhusiana na taratibu nzima ambazo zinatumika katika kuendesha mashindano haya kama yalivyoelezwa na jaji kiongozi. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na sote tuliohudhuria katika hadhara hii tukufu, mashindano yetu haya yanarushwa moja kwa moja na Zanzibar Cable Television, na vile vile tunao ndugu zetu kutoka Nurul Mustafa, na wao wanarusha mashindano haya moja kwa moja kupitia internet. Kwa vile wale walikuwa nje, basi wanaweza kuwasiliana na ndugu zao, wanaweza kuyaona mashindano haya kwa kupitia Nurul Mustafa YouTube. Tukianza mashindano haya kama nilivyoeleza mwanzo katika maelezo yangu, mwanafunzi atakapoitwa jina lake atasogea mbele katika kompyuta iliyopo mbele hapo, na atachagua swali miongoni mwa maswali ambayo atakuwa anaonekana katika skrini iliyopo mbele, kwa njia ya kugusa swala ambalo yeye atahisi ndo afanyiwe ikhtibari yake hapa mbele. Mwanafunzi atakayetufungulia katika kundi la wanafunzi waliohifadhi juzuu 30 kwa njia ya hifdhi ni mwanafunzi Hassan Juma Hassan, ana umri wa miaka 20, kutoka Kenya. Hassan Juma Hassan ana umri wa miaka 20 kutoka Kenya. Mwanafunzi fali tafadhali. Mwanafunzi, tunakuomba urudi tena ukachague swali. Mwanafunzi amechagua swali bahasha namba 10. استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله
أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم سيو مصدق لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين حسبك الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد حسبك ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين وإذا تتلى عليهم آيات ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم
أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. حسبك، صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mwanafunzi aliyemaliza Hassan Jumaa Hassan ana umri wa miaka 20 kutoka nchini Kenya. Ndugu mgeni rasmi na sote tuliohudhuria katika hadhara hii tukufu, kama nilivyoeleza awali kwamba mashindano yetu haya yanarushwa live kupitia Zanzibar Cable Television na vile vile kwa njia ya mtandao tunao ndugu zetu Nurul Mustafa na njia redio vile vile tunao Assalamu FM na Radio Nur, wote hawa wanarusha live. Ama tuna Tif TV wao wanarekodi na vile vile tunao An-Nur Africa TV online na wao vile vile wanarekodi. Tukiendelea mbele na mashindano yetu, sasa hivi atafuata mwanafunzi Shamis Mwalimu Said, ana umri wa miaka 19 kutoka Zanzibar. Shamis Mwalimu Said ana umri wa miaka 19 kutoka Zanzibar. Mwanafunzi fali ya tafadhali. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسيما متوم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه مبروين نيولي أمباي أنا يسوم قرآني نيبروين لأمباي أليفونز قرآني إكيشا أكي سومشا. حديثه inawatukuza wale ambao wameshikamana na Qur'ani katika hali ya kujifunza pamoja na kusomeshwa na kuisomesha kama Mtume SAW alivyowatukuza, basi vile vile na sisi wanajamii hatuna budi kuwatukuza kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anzilu nnas manazilahum. Kwa hivyo na sisi hatuna budi kuwatukuza walimu ambao wanashughulika na kazi hii. Mwanafunzi yupo mbele yetu Shamis Mwalimu Said, ana umri wa miaka 19 kutoka Zanzibar. Mwanafunzi amechagua bahasha namba 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك
وما أنت بتابع قبلتهم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني
فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. حسبك. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مبورا وينو نيولي أمباي أمي جفونز قرآني إكيشا أكاوا أني سوميشا. انتم صلى الله عليه وسلم أمي واتقوز ولي أمباو ومي سوما قرآني إكيشا نكونا واو أكاوا أني سوميشا. نسيسي بلي بلي هتنبودي kuchukua nafasi hii kwa kuwatukuza wale ambao wanaisomesha Qur'an, walimu wetu katika vyuo, na hili kama walivyopewa maelekezo na amiri wa jumuiya kuhifadhisha Qur'an Zanzibar tokea mashindano ya mwanzo walipoanza. Waliambiwa walimu kwamba wao wajitambue ni uswatun hasana, ni kigezo kizuri katika jamii. Kwa hivyo wajipambe na yale mambo ambayo yanamstahiki kuwa naye mwalimu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, innama bu'ithtu mualliman, hakika mimi nimeletwa kwenu ni kama mwalimu. Kwa hivyo wajue kwamba wamechukua sifa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo na wao wasiwache kujipamba kwa zile sifa za Mtume sallallahu alayhi wasallam.
wajitahid kushikamana na sifa hizo. Tukiendelea mbele na mashindano yetu, mwanafunzi atakayefuata sasa hivi ni Faris Ahmad Kakembo, ana umri wa miaka 20 kutoka Uganda. Faris Ahmad Kakembo ana umri wa miaka 20 kutoka Uganda. Mwanafunzi falyatafadhal mashkuran mahjura. Badala ya kutumia touch screen sasa hivi tutakwenda kwa manual. Mwanafunzi atachagua bahasha ambazo zipo katika meza hapo. Mwanafunzi amechagua bahasha namba 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقُ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقُ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وللرجال عليهن درجة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن إلا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وتلك حدود ومن يتعد حدود الله فقد وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بالآخرة وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي فكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله
يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن للذي قل لو أن ما قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بينكم لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة ولا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر به فأعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآياتنا فأعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون.
ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. Kakembo ana umri wa miaka 20 kutoka nchini Uganda. Mwanafunzi anayefuata Khalid Muhammad Hassan ana umri wa miaka 23 kutoka nchini Malawi. Khalid Muhammad Hassan ana umri wa miaka 23 kutoka nchini Malawi. Mwanafunzi falyatafadhali. Amechagua bahasha nambari moja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا سبحانك فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حسبك والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول للذين تزدري إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شهيد ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم ما عليك وما من حسابك عليهم من شيء حسبك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله صدق الله صدق الله العظيم mwanafunzi aliyemaliza Khalid Muhammad Hassan ana umri wa miaka 23 kutoka nchini Malawi mwanafunzi anayefuata Abbas Isa Ali ana umri wa miaka 18 kutoka nchini Komoro Abbas Isa Ali ana umri wa miaka 18 kutoka nchini Komoro mwanafunzi fali ya tafadhali mwanafunzi amechagua bahasha namba 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن عيد السؤال عيد السؤال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا،
لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا صدق الله العظيم صدق الله العظيم ونفوز لمليسة عطاس عيسى علي أنا أمر ومياك من أنانك وكنشين كمور ونفوز لفواتة إشيم وأيمن ana umri wa miaka 19 kutoka nchini Rwanda. Mshimwe Kaiman ana umri wa miaka 19 kutoka nchini Rwanda. Mwanafunzi pale atakapo. Wanafunzi wamechagua bahasha namba 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة
ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ولكن اختلفوا بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها
قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي جعل لكم من هو الذي خلق لكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنصرون
تنظرون. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. صدق الله العظيم. Mwanafunzi aliyemaliza kishimo ya Aiman ana umri wa miaka 18, ana umri wa miaka 19 kutoka nchini Rwanda. Ndugu mgeni rasmi pamoja na sote tuliohudhuria katika hadhara hii tukufu, kutokana na dharura ambayo imejitokeza ndivyo alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudus, ya bna Adam anta turidu wa ana urid, ewe binadamu mimi ninataka na wewe unataka. Wala yakunu illa ma urid, na wala halitowezekana isipokuwa lile ambalo nalitaka. Sisi tumejipanga na tumetaka tutumie system kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini Allah subhanahu wa ta'ala yeye amekukadiria hivyo. Na katika Qur'ani tukufu, katika mafunzo tunaambiwa tutokezea mambo kama haya tuseme, la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana.
Tukiendelea sasa hivi insha Allah wanafunzi watakayofuata wataendelea kutumia system ambayo iliyoko mbele yetu, badala ya kuchagua bahasha kikawaida watachagua kwa kutouch katika screen ambayo iliyoko mbele. Mwanafunzi atakayefuata Irakozi Hamza Siraj ana umri wa miaka 18 kutoka nchini Burundi. Irakozi Hamza Siraj ana umri wa miaka 18 kutoka nchini Burundi. Mwanafunzi fali ya tafadhali. Mwanafunzi amechagua bahasha namba 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمعتدين وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليكم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فليستجيبوا لهم ورأوا العذاب فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا
وَأَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع حليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين
فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. قال إني لعملكم من القالين. رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ونقول لمريزة محمود قاصد ناسو أن أقوم بيان في مكان متخزن. ونقول لإخواتها عبد الجبار صالح رمضان أن أقوم بيان شكنا موجة وتوقع إلى رسيطهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من
من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق مغرم ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب غليظ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا
وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله تواب رحيم وأن الله سميع عليم وأن الله هو التواب الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يعلموا أن الله ألم يروا أن الله الذي خلقهم قادر على ألم يروا أن الله الذي خلق السماوات قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم
فقال له فرعون إن فقال له فرعون يا موسى إني لأظنك مسحورا فقال له فرعون يا إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون
ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها
ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون صدق الله العظيم. بدر ألم أنا أمري وميانك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإذا طلقتم النساء حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال فرعون أتوني بكل إن نقول إلا عتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ف...
إن ربي على كل شيء حفيظ. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذناهم بالعذاب إذا هم مترفون. حتى إذا أخذناهم بالعذاب إذا هم يجأرون. إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم بالحق كارهون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد
بالقدر فضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وما أعجلك عن قومك يا موسى. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. Gracias.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسمين آية يقيني نكمن ناني سورة البقرة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سبيلنا سابع سورة التوبة. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. آية 32 سورة الروم. أنا شيرين أن سورة آل عمران. أياكم من سبع يا سورة المدثر. ما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أمين.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. لأنجابين سرغان آيات سنتيسة سورة المائدة. نعم ولما شاء آستنا سيتا سورة ياسين. فأما من أوتي كتابه بيمينه لآداب نصران آية سابع سورة الإنشقاق. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا. آمين.
وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. حتى آية 84 يا سورة النمل. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. آية 9 آية 9 يا سورة الممتحنة. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آية 173 يا سورة آل عمران. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. آية 8 آية 8 يا سورة الرعد. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. آية 27 يا سورة الجاثية.
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون كآيات يسبقن لآية النسابة يا سورة التوبة لا يسمن ولا يغني من جوع لأكابر نصرا لآية سابة يا سورة الغاشية أمين فاتح صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون وأن ألقي عصاك فلما ولا مدبرا
31 ya surat Al-Qasas. Natisa ya surat Nisa. Amin. Ni aya 12 ya surat Al-Qamar. Amin. Nne ya sura Hud. Amin. Tusome aya ya 74 ya sura Al-Furqan. Walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Tusomee aya ya 147 ya suratul A'raf. Walladhina kadhabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujazawna illa ma kanu ya'malun. Amin. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Tusome aya ya 155 ya suratul An'am. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Amin. Kulu washrabu hani'an. Ashrinanne ya suratu Haqqa. Amin. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lini wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa'. Ya Rabbi yasma'a. Ni aya 38 ya suratu Ibrahim. Amin. Aya sita ya suratul Bayyina. Amin. Sadaqallahu al-azim. Sadaqallahu al-azim. Makunja ya wisla ambaye majukawisia kita kutu watatu wajusinana farujia ya sifia ya kate nani makunji mbao musa ya kumar. Anakuja mnyama 17 kutoka Gaza. Ndugu rasmi, pamoja na sote tunashuhudia katika wabii na wale ambao walikuangalia na kusikiliza kupitia mbali mbali fadhali. Sasa mimi nitasimama wakati huo, lakini registration haitoki. Ilikuwa wakati huo. Sasa kwa kusubiri registration au usajili tufanye nini? Tukasema tukitafute kitu kimoja kitatuunganisha sote, walimu wote nchi nzima, Unguja na Pemba.
mwalimu akasema Qur'an. Sasa Qur'an hii hapa inatuunganisha, lakini katika harakati zipi tuwahifadhishe vijana Qur'an? Na alhamdulillah, tangu kufika siku hiyo au tangu kuanzia siku hiyo, jumuiya Mwenyezi Mungu akaitia baraka, ikatoa wanafunzi wengi kama nilivyokisha kusema katika mashindano yaliyopita kwamba alhamdulillah tuna wanafunzi wana degree mbalimbali mpaka PhD tunao alhamdulillah, na wanayo Qur'an, si kama hawana, wanayo, na master wapo wanayo, na degree ya kwanza wanayo Qur'an. Kwa hiyo bado tunasema kwamba tunaheshimu sema masomo ya skuli, na tunaheshimu kweli kweli. Na vile vile nalirejea lile nilolisema kwa kumalizia kwamba isionekane jumuiya kuifarisha Qur'ani inafanya maskara. Baadhi ya ndugu zetu suala ile tulipendi na tukera sana tukilisikia, wanasema watoto tunawahifadhisha Qur'ani kisha wanakuwa waimbaji, wanakuwa sio kitu gani. Wanasema watu kila mtu asianavyotaka, tena haoni raha kama hajaona watu kama hivi, kisha ndo anasema. Sio labda aseme peke yake na mwenzake, anasema kwenye hadhara kama wakati sisi mpaka hivi sasa hivi nasimama hapa, tunatamani aje mwenzetu mmoja atuambie, unaona waimbaji watano hawa hapa, si katika waliopita katika jumuiya yenu kuifundisha Qur'an, naomba hivyo. Lakini hakutokezea, lakini watu wanasema kikutana, wanasema. Sasa sijui wamekusudia kuwatani vijana kutoka Ethiopia, Malawi, Burundi, si wakusudia kuwashambulia watu hawa. Lakini kwa Zanzibar hakuna, yakinan hakuna. Kwa hiyo tunakuombeni wale ndugu zetu ambao wanatutia ila au wanawatia ila watoto wetu, ili swala waliwache, bali wawaombee dua kama sisi tunaendelea kuombea dua kila siku watoto hao waendelee na wakue, ili lile lengo letu kuu la jumuiya lifikiwe inshallah. Kwa haya machache, bila shaka nimewakilisha jumuiya katika kueleza yake. Nachukua fursa hii ya kumuomba mgeni rasmi, lakini kabla ya kumuomba niwahimie haraka haraka kutoa shukrani. Shukrani tunaushukuru uongozi wa msikiti wa huyu Jamii Zinjibar kwa kutukubalia kufanya mashindano hapa. Tunawashukuru wale waliotusaidia kwa hali na mali tukafikia hapa kuyakamilisha mashindano yetu. Tunawashukuru vyombo vyote vya habari, bahati mbaya sinavyo kwa idadi yake, lakini vyote vilivyokuwepo hapa vikiongozwa na cable television pamoja na Nurul Mustafa na wengineo na mbalimbali, wote tunashukuru. Na tunatoa shukrani kwa wale wote waliotusaidia katika kupata zile wasaili za kuweza kuwafanikisha mashindano haya, nao vile vile tunawashukuru. Wapambaji wetu wa sehemu ya kike na kiume vile vile tunashukuru wote hawa. Mwenyezi Mungu inshallah awajaze khairi wao na pamoja na sisi. Na baada ya shukrani hii fupi, nitamkaribisha sasa hivi mgeni rasmi Sheikh Abdallah Talib aje kutoa nasaha fupi na atoe zawadi kwa washiriki. Sheikh Abdallah, فليتفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شكرا. الحمد لله
الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسلنا إلينا رسولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه المؤمنين المجاهدين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mwenyekiti wa jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani Zanzibar, Imamu mkuu wa Jamia Zanzibar, Dr. Muhyiddin Maalim Siasa, viongozi wa kanda na wa kitaifa wa jumuiya ya tahfidhi al-Qur'an Zanzibar, mashekhe mbalimbali, viongozi waliokuja na wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali, walimu wa madrasa pamoja na wanafunzi na wote waliohudhuria. Hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha kuwepo katika jambo hili la kheri, jambo la Qur'an. Tumejionea wenyewe namna vijana walivyojiandaa, na ni kitu ambacho kinataka kushajishwa, na mpaka wakafika hapa na wakahifadhi Qur'ani ni kwamba jitihada kubwa na bidii kubwa imepatikana kutoka kwa walimu, kutoka kwa wanafunzi na kutoka kwa wazee. Pamoja na jitihada kubwa ambazo wanazichukua walimu, lakini tuelewe kwamba swala au wajibu wa kumhifadhisha mwanafunzi ni wajibu anao mzee. Mwenyezi Mungu hatomuuliza mwalimu kwa nini watoto hawakusoma, lakini Mwenyezi Mungu atamuuliza mzee kwa nini watoto wake hawakusoma. Swala la dini lina ahamia yake, na swala la Qur'an tunalijua nini nafasi yake. Kwa hivyo ni vyema tukachukua jitihada ili kufanikisha jambo hili liwe la khairi. Najua jumuiya ya tahfidhi al-Qur'an imechukua jitihada kubwa. Nafahamu kwamba tayari wana markaz ambayo ipo inahifadhisha wanafunzi Qur'an. Ingawa kuna tatizo kubwa, kwa sababu inabidi kutokana na watoto wa umri mdogo, inabidi ni lazima kuna wakati wawepo markaz, kuna wakati wawepo skuli. Na ninatambua kwamba wana ardhi kubwa ambayo wamekuwa wakilia kipindi kirefu. Isiji wakanyang'anya wakaambua ardhi mmepewa hamuitumii. Ambapo wamekusudia kuweka markazi kubwa pengine na skuli hapo hapo. Sasa ingekuwa utaratibu huu ukikamilika, natumai litafanikisha swala hili vizuri zaidi. Na laiti kama kuna mtu ambaye anaweza kusaidiana nao katika kuijenga markazi hii, natumai ni jambo la kufanyika. Na Mwenyezi Mungu atamlipa. Mwenyekiti kazungumza kitu kwamba kuna watu wanatia illa mambo madogo madogo. Watia illa walimu wa Qur'ani pengine kwa jambo ambalo atafanya mtu au mmoja, lakini watakumbwa wote. Hii ni sunna iliyokuwepo. Na vile vile inatutanabahisha kwamba tujihifadhi au tujihime au tujikinge zaidi. Tumtizame mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Khairu khalqin nas, khairul khalq,
Makuresh walikuwa wakimjua Sadiqul Amin. Alisifikana na kila sifa iliyokuwa njema. Lakini baada ya kuwa yeye ni salihun muslih, watu wakamtafutia ila zisizo kuwepo. Kwa hivyo hili tujue kwamba watu ambao wasiyotakia kheri masuala ya Qur'ani watatutafutia ila, na zitakuwa zinatafutwa. Kwa hivyo sisi turejeshe nyuma, lakini tujitahidi katika kuendeleza, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufanikisha. Mashindano yetu kila tukiendelea tunayaona yanapokuwa. Tunategemea pengine mwakani au baada ya mwaka miwili, mwanafunzi akikosea screen itakuwa inaonyesha pale hapa kakosea. Ni kidogo kidogo, na tunajua jitihada kubwa zinafanyika, kubwa kwa sote tuliokuwepo. Kila mmoja kwa upande wake na kwa namna anavyojijua ni kujitahidi yeye mwenyewe ili jambo hili alipe nguvu, na akiulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aje aseme mimi kwa upande wangu katika swala hili la kushajiisha au kupeleka mbele masuala ya Qur'an nimefanya hili. Sawa kama itakuwa atafanya katika ngazi hii ya kitaifa katika jumuiya, au atasaidia katika zile madrasa. Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika kila lenye kheri. Wa billahi taufiki, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
mwanafunzi amezawadiwa shilingi milioni 5 ya taslimu. Mswala huyu ya moto pamoja na shahada ya ushiriki wa mashindano haya ya kimataifa. Takbir! Allahu Akbar!
المحسن بالعدد المقوي نفوسنا
Thank you.